بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. باسم لجنة تقرير مصير الشعب الصحراوي اللي هي طبعا تكلم بلسان الشعب الصحراوي، أعلنها تعلن مقاطعتها لهذا المنتدى اللي معقود في مراكش المغربية. تعلن جملة وتفصيلة هذا 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 المنتدى، لأنه هو الحق ما ينعطى ما هو لأهله، والمغرب لا يستحق على انه نعقد عنده هذا النوع من المؤتمرات. اذا عن المغرب دائما على موعد مع الانتهاكات، ودائما منتهك حق الشجره والحجره والبشر. اذا عن نعلنوا مقاطعتنا مسبقا ونعلنوا هضريك. اذا لجنه الكودابسو هي قامت بجولة باش تعلن وتعزز قبال مقاطعتها لهذا المؤتمر. قامت بجولة اللي زارت بها مدينة طنطان، وكانت الدور ضم عليها قبالة وليميم، لما ما ساعدت الظروف ذا الوقت. قامت بزيارة السمارة، وكذلك اليوم في مدينة العيون تعلن مقاطعتها لهذا المنتدى، ولأنه إن شاء الله وفقت لاحق بحول الله وقوته الدور تزور عدة مدن صحراوية، واللي إن شاء الله اللي هي تلقى فيها المعتقلين والمفقودين اللي والمغرب على أنه عنده حق الإنسان ويطبقوا عنده ويجيب اللجان ويطبق. إذا أنا هذا كل شيء.